اخوان تفرجوا هذا الرصيف كل شيء ما بيه بالعظميه، بس تلاحظون رصيف جميل جدا، باوع 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 على مود شنو؟ باوع بعد التفليج اللي فلشوا الرصيف. شوف على مود ياخذون فلوس على ابو احنا صلحنا. بعد لاحظوا العظميه، باوع لاحظوا الرصيف ايش فيه؟ اكو شيء بالرصيف؟ شوف الجماليه مال الرصيف يا اخوان، يا عالم، يا حكومه، يا كاظم اتفرج فرجوا ليش أمانة بغداد، أمين بغداد، باوع تفرج شنو الوضعية هاي ليش؟ يلا هاي جمالية الرصيف راح تخربوها والله، حرامات يا عالم يا ناس، يقولون رواتب ماكو، هاي من هاي الفلوس راح تروح؟ هاك تفرجوا يلا، أنا صورتكم الرصيف ما بيشي وبعد تفليش اللي فلشوه.